إن الألم وغريزة البقاء قد تدفع الإنسان إلى فعل أي شيء ليبقى حيا. احذر، إنه طريق الجحيم، ولكن لكل بداية نهاية. في عالم الظلام تشرب الأشجار من الدم بدلا من الماء، فكلما زاد الدم كلما نمت الأشجار. مرحبا بك في عالمنا. الدخول إلى عالمنا هو عبورك لبوابة لعالم آخر لم تتوقع يوما ما إنه موجود. اغسل روحك بالخطايا والذنوب بدلا من الرحمة والمغفرة. انغمس في شهواتك بسواد الظلمة بدلا من النور. فعليك باتباع خطوات الشيطان حتى تنال اعجابه. عليك ايضا اتباع الارشادات وتنفيذ القوانين حتى تثبت ولاءك. في حالة عدم اثبات فروض الولاء والطاعة والاستخدام الخاطئ، ستتحول دنياك الى جحيم وقد تودي بحياتك. قم بادخال الاكواد الخاصة بك لكي تتعرف على هوية المنتدى من خلال الرابط المرفق الدائع. ومن شروط الانضمام إلى عالمنا عليك بتفعيل طلسم الشيطان ورسمه على جسدك لكي تتمكن من العبور. طريق ظلام سعيد. دي كانت رسالة ترحيب اللي بتقابل أي شخص بيدخل لعالم الإنترنت المظلم، عالم الظلام. كتب لنا ملف النهاردة شيماء عبد اللطيف. في ظل التطورات بقى فيه عالم افتراضي كامل موازي للعالم اللي احنا بنعيش فيه. العالم ده هو الإنترنت، بنحبس نفسنا فيه تقريبا 24 ساعة، بيتحكم في عقولنا وأفكارنا لأنه عالم مليء بالخفايا والخبايا. هل عالم الإنترنت فيه جن أو فيه أرواح أو فيه عفاريت؟ عشان كده في حاجة اسمها الدارك ويب أو الإنترنت المظلم. هو مكان موجود فيه كل العصابات والمنظمات الخطيرة، وموجود فيه كل العناصر والأشخاص من كبار السحرة كمان. بيتم فيه كل الجرائم والمحرمات بأبشع الطرق، وبتتجمع فيه كل الشياطين وكيانات مرعبة من ملوك الجن. للإنترنت مواقع كتير جدا في شتى المجالات والملفات والمواضيع، يوتيوب، جوجل، فيسبوك، وكتير من المواقع دي. ولكن مش هي دي بس شبكات الانترنت اللي احنا تعودنا عليها، وكل ده اسمه شبكات الانترنت الطبيعي او التقليدي، وهو بيمثل 15% من محتوى الانترنت الكامل. هنتكلم النهاردة عن العالم الاكثر خطورة، وهو الانترنت المظلم او الدارك ويب. ناس كتير اتكلمت وتدخلت في نطاق الدارك ويب كنوع من المغامرة، واحنا من واجبنا اننا نطلق التحذير، لان دخولك لعالم الدارك ويب هو بوابة لعالم اخر، وفي نهايته ستتحتم عليك حياة الضياع والهلاك. وصولك لعالم الدارك ويب هو شيء صعب للغاية، وحنقول صعب لنسبة 1000000%، ولكن الفضول دايما هو اللي بيدفعنا للمغامرة دي، وفي النهاية تتحول حياتنا لجحيم وبتتنزل علينا لعنات.
شبكة الإنترنت مكونة من ثلاث طبقات. الطبقة الأولى وهي الطبقة التقليدية اللي إحنا كلنا بنتعامل بيها بالمتصفحات العادية ومواقع التواصل الاجتماعي. الطبقة الثانية وهي طبقة الإنترنت العميق أو الديب ويب، وبتحتوي على قوة معينة من المعلومات وبيستخدمها الهاكرز. الطبقة الثالثة وهي طبقة الدارك ويب أو الإنترنت المظلم والأكثر ظلمة، والطبقة دي تعد من أكثرهم خطورة. التعاملات فيها غير قانونية وغير آدمية. في عالم الدارك ويب يتم عمليات بيع وشراء بعيدا عن عيون القانون وبعيدا عن الجهات والحكومات الدولية، زي مثلا عقد صفقات السلاح أو المخدرات وسرقة الآثار الفرعونية وتجارة الأعضاء. وفي كمان بعضهم أو بعض المنظمات دي بيشتغل في خطف الأطفال وتقديمها كقرابين للجن والراصد لفتح المقابر الفرعونية. بيتم فيها أيضا تجارة النساء ويتم بيعهم على أنهم عبيد. وفي الطريقة دي بيقوم بعض التجار في المنظمة لبيع النساء لجهات غير معلومة، أو على سبيل المثال بيتم بيعهم لجيوش كمثل جيوش داعش الإرهابية، ويتم استخدامهم كعبيد لهم والقيام لعلاقات جنسية بدون زواج واستغلالهم في أعمال غير قانونية وغير إنسانية. الإنترنت المظلم يتم عليه عمليات فهرسة بتشفيره بطريقة سرية ومعينة، بحيث إنك ما تقدرش توصله ولا تخترقه بالطرق العادية. لما بتدخل عالم الدارك ويب مش بتدخل عليه من محركات البحث العادية بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها دي، يعني ما فيش حاجة اسمها جوجل ولا www.com و.net ولا الحاجات دي خالص. لا، انت بتدخل وبتتحكم فيه عن طريق اللينكات وبتتنقل بيها من صفحة لأخرى. اللينكات دي مش بتشتغل غير على متصفح واحد فقط، وهو متصفح TOR. في عالم الدارك ويب مواقع خاصة لأشخاص سياسيين وصحفيين وحكومات من جميع دول العالم، ولكن صعب جدا الوصول ليها لأن المواقع دي مش مشفرة بالكامل ولا تخضع لأي حكومات، ومفيش أي جهة في العالم تقدر تتبعها وحتى ما ولا حتى يقدروا يوصلوا لها ولا يوصلوا لأصحاب المواقع المشفرة دي. طيب ايه هو حجم شبكة الدارك ويب؟ بيبلغ حجم شبكة الدارك ويب ومعلوماتها 500 مرة ضعف الشبكات العادية بتاعتنا. عشان كده مش اي شخص يقدر يوصل للمعلومات الموجودة دي الا لو كان شخص ذكاؤه خارق ومتمكن. اختراق المواقع دي بيحتاج لشخص خبير ومتمكن فعلا في عالم الدارك نت. في عالم الدارك ويب موجود النسخ الأصلية لكتاب شمس المعارف، ومش كده وبس، ده موجود كمان الأربع نسخ الأربع أجزاء وفصول الكتاب بالكامل. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن كتاب شمس المعارف الكبرى، وقلنا إن الجزء الأول فقط هو الوحيد اللي متداول، وبقية الأجزاء مختفية بالفعل ومحدش يعرف عنها أي حاجة. ومؤخرا تم تسريب الجزء الثاني من الكتاب من احد عملاء الدارك ويب، والكتاب ده اسمه شمس المعارف ولطائف العوارف. وهذا الجزء من الكتاب يشمل كل معالم وطقوس السحر الاسود. ولو ما سمعتش الفيديو لشمس المعارف الكبرى ياريت تسمعه من فضلك، وهو موجود عندنا في القناة. اسمعه يعني لعل وعسى توصل لحاجة معنا. في عالم الدارك ويب أشخاص بيستخدموا الشياطين وملوك من الجن. الأشخاص ديت كل وظيفتها
قتلك وقصفك باللعنات باستخدام الجن في حالة اختراقك وعبورك لمواقعه، ويقوم أيضا بالاستعانة بالجن لقتل الأشخاص الخونة للمنظمات السرية والمرتدين. في حالة دخولك للدارك ويب، مهما حاولت تخفي هويتك عنهم ده شيء صعب للغاية، لأن وصولهم ليك وموقعك حاجة سهلة جدا بالنسبة ليهم. مش كده وبس، ده بيتم تحديد موقعك بالصوت والصورة وبالأوضاع عامة، لأن فعلا علاقة الدارك ويب بالجن علاقة قوية جدا ومساحتها واسعة جدا. في حالة دخولك لعالم الدارك ويب هيكون صعب للغاية، والخروج منه هيكون سبب لضياعك وضياع حياتك وحياة كل من حولك. في عالم الدارك ويب موجود مواقع لعبادة الشيطان وتجارة الأعضاء، وموجود منظمات خطيرة جدا يقال عنها إنها كانت سببا في تفشي فيروس كورونا المستجد. بعض المعلومات بتقول إن العالم كله بيتكلم عن شخص تناول أكل الخفاش، ولكن هذا غير صحيح. وتم تعيين خبر أكل الخفاش كخدعة وترويض الإشاعات كمان في العالم كله ليكون خدعة للطب وللحكومات، ولكن من الصحيح المعلومات إن منظمة من منظمات الدارك ويب هي كانت السبب في انتشار الفيروس، بسبب اعتقادهم إن العالم بقى مزدحم وفي زيادة هائلة وفي ارتفاع لعدد النسمات، وكان من الواجب تقليل هذا العدد النسمات وتخفيف الازدحام والتقدس السكاني وبالقضاء على الشعوب بموتهم. ده كان اعتقاد احد المنظمات ورغبتهم. في عالم الدارك ويب موقع بيكتب موعد موت الشخص باليوم وبالساعة. هتقولي انت بتقول ايه، مفيش حاجة اسمها كده، مواعيد الموت دي بيعلمها ربنا فقط وده من علم الغيب. هقولك ايوه فعلا هو ده علم الغيب ولا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، ولكن خليني اقولك الناس والمنظمات دي ازاي بتعرف موعد موت الشخص باليوم وبالساعة. بيقوم احد الافرع او احد الاشخاص العاملين بالموقع بتقديم اي خدع او حيل على مواقع التواصل العنيفة للدارك ويب، وبيعلنوا انهم يتمكنوا من معرفة ميعاد موت اي شخص، وبيعرفوا الشخص ميعاد موته امتى وبمقابل مادي كمان. يعني وكمان خليني اقولك انه ما بيقعش في حجرتهم غير الاشخاص الساذجين والجهلة، وبيبقوا عاوزين فعلا يعرفوا ميعاد موته، وبيعرفوا الميعاد باليوم والساعة فعلا، لان المنظمات دي بعضهم فيها اشخاص مريضة بالقتل، بيقوموا باصطحاب الافراد على انهم هيعرفوهم ميعاد موتهم، ولكن للأسف هم بيستخدموا طرق تانية بتحضير الجن بالسحر الأسود، وبيسخر جن أو مارد لقتل هذا الشخص ويؤمر الجن أن يقتله في ميعاد معين وساعة محددة، يقوم يعرف الشخص على الميعاد ده أنه هيموت فيه. يعني من الآخر المنظمات بتبلغ الشخص بميعاد موته على أساس أنها أخذت قرار انها هتصفي الشخص ده اللي كان على الموقع. في حالة دخولك لمواقع الدارك ويب بشكل غير صحيح، بيتم الاستحواذ الكامل على كل بياناتك واي جهاز كمبيوتر او موبايل، وسيتم اختراقه ويتعرض للاخضاع للهكر اللاسلكي والقرصنة. احيانا اذا تم اكتشاف انك دخلت لاحد المواقع دي بيبعتولك روابط مخفية، او يقضوا على الجهاز بزيادة فولت كهربائي معين موجود للبوردة للموبايل او الكمبيوتر، ويتم حرقه على الفور. في عالم الدارك ويب التعامل المادي مش بيكون بالعملات العادية بتاعتنا،
ولكن عملة الدارك ويب عملة إلكترونية وهي عملة البيتكوين، ودي عملات مشفرة ومعترف بيها بين عملاء الدارك ويب، ولا تخضع لأي رقابة ولا أي جهة حكومية، لأنها بتعتمد على تشفير البيانات الشخصية للمستخدمين. ولكن السؤال، ليه الدارك ويب مفيش أي جهة تقدر تتعقبه أو توقفه؟ ليه مش بيخضع للجهات العليا؟ وليه هو خطير وطريقه مظلم كده ومهلك للدرجة دي؟ لأن عالم الدارك ويب بتحميه أشخاص من كبار السحرة حول العالم، وبتحميه كائنات وكيانات خارقة وغير آدمية، ومنها من كيانات الماسونية كمان. وعلى ذلك إن في حكومات عالمية كمان مسؤولة عنه، ولكنها حكومات عالمية غير شرعية. في عالم الدارك ويب موجود مواقع بتستخدم لترهيب ورعب الأشخاص عن طريق فيديو أو روابط بتتبعت لك عن طريق واتساب، أو ترهيب وتهديد أي شخص من أرقام هاتفية غير معروفة. يعني الموبايل حيرن عليك من رقم فودافون على سبيل المثال عادي جدا، وتفتح المكالمة عشان ترد، هتسمع رسالة صوتية، وطبعا انت فضولك بيخليك انك عاوز تبقى عاوز تعرف ايه مضمون الرسالة دي، او مضمون الرسالة المسجلة دي. وكل ما انت تطول في وقت سماع المكالمة بيكون الموبايل اتعرض للاختراق اكتر واكتر. في عالم الدارك ويب بيوجد اشخاص مريضة نفسيا بيحبوا يشوفوا طرق تعذيب او قتل الاشخاص الاخرين. كان موجود شاب بالمغرب، الشاب ده يدعى العاذر. الشاب ده بالفعل قدر يفك شفرات واخترق مواقع كتير على الدارك ويب. الموقع اللي قام باختراقه اسمه موقع الاستدعاء الاسود. قام بالتواصل مع احد اعضاء المنظمة وطلب منه انه عاوز يشوف مشهد حقيقي ومباشر لقتل او ذبح بنت وبمقابل مادي، ووافق احد الاعضاء على طلبه، وطلب منه الجلوس بمفرده في غرفة مظلمة ويقوم بتشغيل الجهاز الكمبيوتر للمشاهدة. بيقول العازب ان اول ما الفيديو اشتغل حسيت ان جسمي اتشل ولساني عاجز عن الكلام، وكنت في حالة من فقد الوعي النصفي. ولما ركزت بعناية على شاشة الكمبيوتر شفت أمي واقفة في مكان عبارة عن كأنها أرض أو مكان خرب ومظلم، وواقف وراها كيان مرعب وضخم أشبه بالحيوانات، وجسمه يشبه جسم الإنسان ولكن وجهه كوجه الحيوانات. الكيان ده خرج خنجر وفصل رقبة أمي عن جسمها، والمشهد كان مفزع ومخيف. وبيسأل إيه اللي جاب أمي في الفيديو وإيه علاقتها بالموضوع. بعد كده انتهى الفيديو وقام خرج من الأوضة وبيتجول في أركان البيت يعني بشكل عشوائي ولا إرادي. سمع صوت جاي من غرفة أمه، وسمع صوت صرخات مفزعة، وسمع صوت أمه وهي بتقول أنا مش هموت نفسي، أنا مش هموت نفسي. بعد كده الصوت سكت وبدأ يخبط على باب الأوضة ومفيش أي حد بيرد. بعد كده حاول يكسر الباب، ولما دخل لقى أمه متعلقة برقبتها بحبل مشنقة نازل من السقف ومفرق الحياة. دفن أمه وهو ما يعرفش إيه تفسير اللي حصل ده وإزاي. بعد كده دخل على موقع المنظمة وبيسأل ليه عملته كده في أمي، ولكن مفيش حد بيرد عليه. بعد كده بعتوله رسالة مجهولة المصدر، والرسالة دي كان مضمونها نشكرك وتم قبول الهدية، إياك والعبث مع الشيطان، ولكن لكل بداية نهاية. اقتحام بوابات وأسرار عالمنا قد يتسبب في ضياعك،
فعليك الالتزام بقوانين وإرشادات المنظمة إذا كنت تريد الانضمام، فلا بد أن تثبت ولاءك. قال لهم ولاء إيه؟ أنا تسببت في قتل أمي، أنا مش عاوز أنضم للمنظمة ولا كنت عاوز أي حاجة من دي، أنا كنت مجرد شخص عادي وعاوز يتمتع بمشاهدة عنيفة ودموية فقط. ولكنه بعد كده تجاهل كلامهم وكسر الجهاز بالفعل، وأصيب بعد كده بحالة نفسية سيئة جدا، وبدأ يكتب في مذكراته وعمل لها كتاب وسماه بلا رجوع. كتب مذكراته بالفعل وحكى كل اللي حصل فيها، لأنه أدرك وحس أنه بعد كده خلاص، أنه كده كده هيموت والمنظمة دي هتنتقم منه. بدأ العازر بعد كده يدخل في متاهات ودوامات الكوابيس المفزعة، ويشوف كيانات مرعبة محيطة بالمكان، فإذا بالعازر قام على الفور بتقطيع شرايينه وتوفى في الحال. الدخول على مواقع الدارك ويب هو شيء من أقصى درجات الخطورة ويؤدي إلى الهلاك، ودايما الفضول بيسوق صاحبه للمخاطر وبينتهي بكوارث، وأحيانا بينتهي بضياع الشخص نفسه. في عالم الدارك ويب موجود منظمة لموقع يسمى تفجير الأعضاء البشرية. الموقع ده بينص على ان في اشخاص بينتقموا من اشخاص اخرين غيرهم، وبيختاروا نوع الانتقام وهو تفجير الاعضاء البشرية. يعني ايه؟ يعني الشخص بيتواصل مع احد اعضاء المنظمة ويطلب منه الانتقام او قتل ناس معينة، وبيقوموا بتفجير الاعضاء فعلا، بيتعاملوا ويستعينوا بالجن او بسحر معين، وبيتسبب للشخص الضحية بعمل حادث سيارة أو أي وسيلة موت أخرى، وبيتم تحويل الجثة إلى أشلاء كي يتمكنوا من تفجير كل الأعضاء بالفعل وتفجير كل أمعاء الشخص. في البرازيل سنة 2019 كان هناك شخص يدعى برونو. الشاب ده قام بالفعل باختراق احد المواقع على الدارك ويب، وهو موقع تفجير الاعضاء البشرية. احد الاعضاء المسؤولين عن الموقع قال له انت ازاي قدرت توصل لموقعنا؟ مفيش اي شخص يقدر يفك شفراته غير شخص متمكن وعبقري، ويبدو انك انت ذكائك خارق. المسؤول قال له طب ايه سبب دخولك لعالم الدارك ويب؟ برونو رد عليه قال له انا من هوايتي المفضلة هو مشاهدة الاحداث الحقيقية بالوضع الحي، وعاوز اشوف مشهد دموي ولكن من نوع اخر، عاوز اشوف شخص بيموت قدام عيني وكل اعضاء جسمه بتنفجر بابشع الطرق، وانا على استعداد لدفع اي مقابل مادي. المسؤول وافق على طلبه وحدد معاه ميعاد الوقعة، ولكن قام المسؤول ده بخداعه. يعني تاني يوم الشاب برونو كان في شغله وجاله اتصال هاتفي من احد الجيران ان بيته بيتحرق، وكان سبب الحريق ماس كهربائي. ولكن مجرد ما وصل برونو للبيت كانت النيران مشتعلة بشكل عنيف ومخيف. اشتعال النار ادى الى انفجار اسطوانة الغاز وتم انهيار العقار بالكامل، وبعد لحظات تم اخماد الحريق تلقائيا وبدون اي تناولات او مساعدات خارجية او امنية. وفعلا برونو بدأ يشوف جثث واشلاء، وشاف اعضاء بشرية بتنفجر كتير، ولكن للأسف الاعضاء دي كانت بتنفجر من زوجته واولاده الثلاثة. في اليوم الثالث بيفتح موبايله لقى رسالة من المنظمة، مضمون الرسالة دي كان بيقول انت ما ينفعش تعيش، اي شخص يقتحم عالمنا لابد من ضياعه وهلاكه.
توفيت زوجتك وأولادك وأنت أيضا ستموت. برونو تجاهل الرسالة، ولكن في نفس اللحظة برونو ظهر لي كيان ضخم وطويل القامة وملامحه مخيفة جدا، وقام بذبحه وفصل رأسه عن جسمه وأخذ الرأس وترك الجسم وحده. من تاريخ الواقعة دي سنة 2019 حتى الآن لم يتم العثور على رأس برونو ولا حتى تم معرفة سبب الوفاة. في عالم الدارك ويب يوجد منظمة لتجارة الأعضاء وتجارة أعضاء الأطفال. بعض الأشخاص اللي اقتحموا مواقع تجارة الأعضاء قال أنا لما دخلت شفت جثث كتير وجثث متعلقة زي الدبايح في السلخانة. الشاب ده كمان سرب مقاطع فيديو شهيرة جدا وحقيقية، وكان مقطع فيديو فيهم لطفلة كانت في غرفة نومها وقاعدة على سريرها، وبعد لحظات بيحصل اضطرابات واهتزازات في الصورة، وبعد لحظات تانية بتظهر ايد مخيفة جدا لمخلوق مرعب من تحت السرير وبتسحب البنت بسرعة وبتختفي بيها تحت السرير تاني. بعد كده التصوير بيتحرك وبينزل تحت السرير، والصورة بتجيب ملابس البنت فقط وملطخة بالدم، وجثة البنت مش موجودة، وبينتهي الفيديو. مقطع الفيديو ده شهير جدا وموثوق منه. في عالم الدارك ويب توجد الجمجمة السوداء، والجمجمة دي معناها في الدارك ويب هو موت المتصفح. أي شخص يرى الجمجمة السوداء أثناء التصفح في عالم الدارك ويب سيموت بأبشع الطرق. وفي عالم الدارك ويب أيضا جانب متعلق بالفضائيين وزيارتهم لكوكب الأرض، ومتعلق بكائنات من مخلوقات تشبه البشر ومخلوقات أخرى كمان قد تكون مرعبة وخطيرة، وسفن ومركبات فضائية، وكما رؤى وذكر في ملفات عن المنطقة 51. المنطقة 51 الملعونة احنا هنعمل فيها او هنعمل عنها ملف وهنعرضه وهنعرض فيه كل الأسرار والخبايا على قنواتنا، وايه علاقته بالفضائيين وايه علاقته بالدارك ويب وهكذا. وكمان في صحفيين تابعين لمنظمات الدارك ويب، والصحفيين دول قاموا بتصوير تجارب حقيقية على الكثير من الكائنات الفضائية والأجسام الغريبة هنا تحت في الأرض، وطبعا هم بينشروا الفيديوهات دي على مواقعهم في الدارك ويب ومش بينشروها على المواقع العادية التقليدية بتاعتنا، يعني خوفا من ملاحقتهم من أي جهات أمنية. في عالم الدارك ويب يتم قتل الخونة ووضعهم في تابوت من الأسمنت ويتم رميهم في قاع المحيط. في الدارك ويب مقاطع قتل وتعذيب أخرى وفريدة من نوعها. رجل أعمال شهير جدا بيقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، الشخص ده كان ضليع جدا وعملاق في فك الشفرات واختراق المواقع، دخل على منظمة الدارك ويب، والمنظمة دي اسمها مشرحة الأطفال. بيقول أنا استغربت من الاسم، ولكن فضولي كان بيسوقني أن أنا أدخل وأعرف إيه اللي بيحصل وإيه هو نشاط المنظمة دي. رجل الأعمال ده قال أنا لما دخلت شفت مناظر غريبة ومرعبة، وكان بعضها غير مفهوم. شفت راجل قاعد على ترابيزة سفرة ومغمي عينيه بقماشة، وكان محطوط على الترابيزة قطعة لحم مشوية، والشخص ده كان حواليه أشخاص مقنعين وشكلهم مخيف ومرعب للغاية. واحد فيهم طبطب على كتفه وقال له إن هو يعني اداله أمر إن هو يأكل اللحم اللي في الطبق. فعلا الراجل مسك الشوكة والسكينة وبدأ يقطع في اللحم ويتناولها. بعد كده الكاميرا توجهت في مكان تاني وشفت جثة لشخص متعلقة بحبل ونازلة من الحيطة.
وكان جنبها جثث كتير تانية لواحدة ست وطفلة عمرها تقريبا حوالي 7 سنين. قال انا مش محتاجة افكر كتير بعد اللي شفته ده ان اللحم ده لحم مين او لحم ايه اللي بياكله. بعد كده قال ان انا توصلت للفكرة وعرفت مين هو الشخص اللي على ترابيزة السفرة ده وعرفت مين كمان الاشخاص المتعلقين. الموضوع وما فيه ان الشخص ده كان عضو من اعضاء المنظمة ولكنه انشق وارتد عن طريقه، والمنظمة اعتبرته انه شخص خاين ليهم ووجوده في الحياة غير امن. انتقموا منه وبقتل زوجته وبنته وقاموا بطهي قطعة من اللحم من اجسادهم وامروه انه يتناولها ويأكل اللحم ده. كم لك ان تتخيل ان اب بيجبر على اكل لحم زوجته وبنته وبعد كده بيتم ذبحه ووضعه في تابوت اسمنتي ورميه في المياه. ده كان فيديو من اللي شاهده رجل الاعمال الشهير ده، وبالفعل بعدها تم تسريب الفيديو وانتشر على كل المواقع المحظورة والعادية والتقليدية كمان. رجل الاعمال بيقول انا بعد كده دخلت وتعمقت اكتر لاختراق المواقع للمنظمة، وخصوصا موقع مشرحة الاطفال. قال انا لقيت اشخاص مريضة نفسيا بيحبوا يشاهدوا مناظر غير ادمية للمناظر دي، والمناظر دي كانت عبارة عن قتل الاطفال الرضع. الاشخاص المريضة ديت بيتواصلوا مع اعضاء المنظمة وبيطلب منه مشهد لاغتصاب طفل رضيع حتى الموت وبمقابل مادي كبير جدا، وبيبقى مستعد يدفع نص ثروته مقابل انه يشوف طفل رضيع بيغتصب قدام عينه. وبالفعل المنظمة بتقوم بخطف او سرقة الاطفال الرضع او حديث الولادة وخصوصا من الحضانات والمستشفيات، وبيتم اغتصابهم حتى الموت. في عالم الدارك ويب يوجد موقع يسمى الغرفة الحمراء، وده بيعتبر من ضمن أروع وأبشع الأشياء الموجودة في عالم الدارك ويب. والموقع ده بيقدمه فيه بخطف الأطفال، أطفال الشوارع والأشخاص الذين ليس لهم مأوى يعني، وبيتم عمل بث مباشر لقتل وتعذيب الأشخاص دي، واللي عاوز يتفرج على المشاهد دي بيدفع فلوس. وفي الحالة دي بيقوم أحد رواد الدارك ويب بالاتفاق والتعاون مع أشخاص معدومة الضمير لخطف الأطفال المشردين والأشخاص دون المأوى بمقابل مادي، وخصوصا في المناطق الغير نامية وفي بعض بلاد الريف البعيدة. من أخطر الأشخاص القتل على موقع الغرفة الحمراء هم التوأم، وفي جهات عالمية كتيرة جدا بتحاول توصل ليهم ولكن مش عارفين. التوأم ذكر عنهم انهم تسببوا في قتل 300 شخص حول العالم، وبعد تنفيذ اي جريمة بيقوم التوأم بنشر صور الجريمة للمواقع استفزازا. عندنا هنا في الوطن العربي الدخول لعالم الدارك ويب قد يكون معدوم وقليل جدا، وده بسبب عدم وجود عناصر ذو احترافية او ذكاء خارق يعني. في عالم الدارك ويب يوجد شخص يدعى الشيطان الحزين، وده بيعتبر اكبر العناصر الموجودة واكثرهم خطورة. وقريبا هنعمل ملف بالفيديو عن شخصية الشيطان الحزين، وهنعرضه هنا في القناة، قناة رعب محمد المهدي على يوتيوب. الشيطان الحزين هو كل وظيفته صناعة وابتكار الألعاب الإلكترونية، وبيقوم ببث ونشر الألعاب دي على نواحي البلاد وعلى مواقع التواصل التقليدية والمتصفحات العادية بطريقة اصطحاب الضحايا.
هو بيصطحب الضحايا دي وبيطلب منهم اللعب معاه او انه بيبيع ليهم اللينك. وللأسف اللعبة دي بتكون محملة باللعنات وبتتسبب في موت الشخص ايا كانت الطريقة بشنكه او انه يموت نفسه بقطع شرايينه او حرق جسده او القاء نفسه من مكان عالي ايا كان. واحيانا بتسبب في قتل عائلته. على قناتنا موجود فيديو او ملف باسم جوناثان جاليندو، ممكن تشوف الفيديو وهتفهم كل الكلام ده وهتعرف كيف نشأت الالعاب ديت ومين المسؤول عنها وايه الهدف من الالعاب، زي مثلا لعبة الحوت الازرق او لعبة مريم، هتعرف كل حاجة. في عالم الدارك ويب يوجد شخص يدعى الارنب السيء، وبيعتبر واحد من الاشخاص الملعونة اللي نشأوا في عالم الدارك ويب. الشخص ده بيرتدي قناع للارنب ومفيش اي شخص في العالم يعرف ملامحه ولا شكله، حتى اعضاء المنظمات مش بيشوفوه ولا حتى يعرفوا شكله برضه. ويبلغ من العمر 60 سنة، ويقوم بجلب الاطفال من جميع انحاء العالم، ويقوم بتعذيبهم او قتلهم على حسب رغبة المتفرج. الشخص ذو القناع الارنب فيديوهاته هي اكثر ظلمة ورعبا من اي فروع اخرى، وليه صورة منتشرة على مواقع كتيرة جدا وهو بيحمل طفلين. الطفلين دول كانوا بيحتفلوا بعيد ميلادهم ودخل على الحفل وهو مرتدي القناع، ولكن اهل الطفلين اعتبروا ان ده ممثل او مهرج وجاي يعني يعمل عرض كوميدي للحفل، وسابوا الطفلين يلعبوا معاه وقام بخطفهم على الفعل ومفيش لهم اي اثر. والصور دي انتشرت من باب البحث عن هذا الشخص يعني، والى وقتنا هذا لم يتم العثور على موقعه وهو طليق حتى الان. كده خلص ملفنا عن الدارك ويب، ولكن انا عايز اقول احنا نزلنا الملف ده لاطلاق التحذير والحفاظ على اولادنا الصغيرين اللي مفكرين ان ده نوع من انواع المغامرة. خلينا اقولك ان ده للأسف نوع من الانتحار وهلاك ليك وهلاك لعائلتك. ما تحاولش تدور عليه وما تحاولش الوصول ليه. فكرة وصولك للدارك ويب اصلا فكرة صعبة للغاية، مش حاجة سهلة. ما تخليش فضولك يسوقك لضياعك وضياع كل من حولك. نشكركم لحسن المتابعة. كان معكم محمد المهدي. أشوفكم على خير. أترككم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.